ما هي تداعيات مقتل قاسم سليماني على المنطقة واليمن؟ هل ستتأثر ميليشيا الحوثي بهذا التصعيد باعتبارها إحدى أذرع النظام الإيراني؟ وأين موقع السعودية والإمارات من هذا التصعيد؟ أهلا بكم. أحدث مقتل قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة زلزالا واسعا في المنطقة باعتباره الشخصية الأخطر في الشرق الأوسط بحسب توصيف الإدارة الأمريكية. من طهران إلى بغداد، ومن صنعاء إلى بيروت، ومن الرياض إلى أبوظبي، تتشابك وتتقاطع خطوط العلاقة والتأثير لهذه الحادثة التي هزت المنطقة بعد ركود طويل. يرى مراقبون إن إيران ستصعد من انتقامها ما سيجعل المنطقة على فوهة بركان، خصوصا مع تواجد العديد من القواعد الأمريكية في السعودية والخليج العربي، واعتبار الأخيرين حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة. من جهتها أعلنت ميليشيا الحوثي بيانات النعي والرثاء لرحيل سليماني، ودعت قيادات في الميليشيا إلى الرد العسكري السريع على أمريكا وحلفائها. فهل ستندلع الحرب بين أمريكا وحلفائها من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى بعد هذا التصعيد؟ وما موقع اليمن من هذا التصعيد المحتمل؟ في الساعات الأولى من صباح الثالث من يناير، استهدف رجل إيران الأول في الشرق الأوسط بواسطة غارة أمريكية وهو في محيط مطار بغداد. قاسم سليماني، القائد العسكري الإيراني وزعيم فيلق القدس التابع لميليشيا الحرس الثوري، الرجل الذي ارتبط اسمه بالحرب والمجازر ضد المدنيين في عدد من البلدان العربية. كان سليماني ذراع طهران العسكرية الأشد ضراوة، والذي يتلقى توجيهات من المرشد الأعلى في تنفيذ الاستراتيجية الإيرانية في إدارة العمليات الخارجية عسكرياً واستخباراتياً وأمنياً في كل من العراق ولبنان واليمن وسوريا وبلدان أخرى منذ تسعينيات القرن الماضي. فإني لا أرى الموت. تكهنات كثيرة حول تداعيات هذه الضربة، خصوصاً مع التهديدات التي أطلقتها إيران وأذرعها في إشعال المنطقة بحروب النقمة. يرى مراقبون أن لإيران أدواتها في إدارة معركة الفوضى والخراب عبر أذرعها المحلية في الدول التي لها نفوذ فيها، وهي استراتيجية في ممارسة أعمالها الانتقامية. إذ تبدو المنطقة على وعد مع تصعيد عسكري ربما يصل حد شن هجمات ضد القواعد الأمريكية في الخليج أو ضد أهداف حيوية أخرى. اليمن وهو يخوض معارك بالوكالة لا يبدو بمعزل عن تداعيات هذه الحادثة، فقد حمل رد فعل الحوثيين على مقتل قاسم سليماني دلالات بالغة عن حجم الضربة التي تلقتها إيران وأذرعها في المنطقة. عبرت الميليشيا عن مبلغ أثر الحادثة عليها، فخارجية الحوثيين وصفت الحادثة بأنها اعتداء غادر وجبان. المكتب السياسي لميليشيا الحوثي قال إن الولايات المتحدة ارتكبت بهذه العدوانية جريمة حرب على كل الأمة وعلى محور المقاومة وعلى القضية الفلسطينية. فتح الحوثيون مجالس التشييع والعزاء في صنعاء حزنا على مقتل الرجل الذي ساهم في تأهيلهم عسكريا ومنحهم خبراء في التدريب لاستخدام الصواريخ والطائرات من دون طيار والألغام الذكية والزوارق المسيرة وخبرات منحت الحوثيين عمرا أطول وإمكانيات أعلى في إدارة المعركة. تقف المنطقة على صفيح ساخن ومخاوف من أن تكون الساحة اليمنية إحدى ساحات تصفية الحسابات بين قوى إقليمية ودولية لن ينتج عنها سوى مزيد من الدمار والدماء. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا المحلل السياسي ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. بداية، مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك ومساء مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ ياسين. مقتل قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة بالتأكيد كان حدثا كبيرا، أحدث زلزالا في المنطقة كما يقال. برأيك ما هي تداعيات مثل هذا الحدث على المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مقتل قاسم سليماني ليس هو يعني المسألة ليس مرتبط بمقتل قاسم سليماني لشخصه، وإنما للدور الذي يؤديه ولكونه أحد القيادات الإيرانية التي ساهمت في صياغة حاضر هذه المنطقة وساهمت في صناعة الأحداث الكبيرة والمفصلية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية. أعتقد أن المسألة هي مرتبطة بشكل وثيق جدا بهذه الضربة
لكونها غيرت قواعد اللعبة. فالمعروف أن هناك تفاهمات أمريكية إيرانية حول إدارة هذه المنطقة، وهناك خدمات تقدمها إيران للولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، وإدارة أوباما رسخت علاقة قوية مع إيران. استطاعت إيران أن تحظى بموجبها بدور مهم جدا في تقرير مصير المنطقة، وكانت هذه الصلاحية الممنوحة لإيران مبنية على تقدير الولايات المتحدة أنه لا بد من كسر إرادة الأغلبية في المنطقة، والأغلبية هي الأغلبية السنية. ورأينا كيف أطلق المحللون السياسيون الشيعة العنان لخيالهم للحديث حول مستقبل الشيعة في المنطقة، وأنهم من يديرون المنطقة، وأنهم من يقررون مصير الأحداث في المنطقة، وأنهم القوة التي لا تقهر ويتصرفون كما يحلو لهم. إيران على سبيل المثال يعني لعبت بالداخل العراقي كما يحلو لها، ثبتت دولة داخل الدولة، وأظهرت الدولة في العراق دولة ضعيفة هشة مصادرة الإرادة والكرامة. معا في سوريا هي من أدارت المعركة ضد الأغلبية أو ضد رغبة الأغلبية في التغيير داخل المجتمع السوري، هدمت مدن. كان قاسم سليمان يتحرك بين المدن السورية وعلى الأنقاض ويدير المجامع المقاتلة التي تم جلبها من أفغانستان ومن إيران ومن العراق ومن لبنان، وعانى الشعب السوري ما عاناه من تشريد وقتل وهدم للمدن وإرهاب حقيقي. أعتقد أنه إذا أردنا أن نتحدث عن الإرهاب، فالإرهاب الذي قامت به إيران وأدواتها في المنطقة هو الإرهاب الحقيقي، وليس الإرهاب المصطنع الذي تمثله أو تمثله تنظيم الدولة. تنظيم الدولة هذا يعني أداة تم صناعتها بهدف تبرير كل هذا الدمار الذي تشهده المنطقة. التحول الذي أحدثته عملية اغتيال سليماني هو هذا في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. هذا انعكس مباشرة وسحب نفسه مباشرة حول الترتيبات في على مستوى المنطقة. لهذا أنا أعتقد أن ترامب غير قواعد اللعبة، خرج عن الحسابات. ولهذا عندما نسمع قيادات في الولايات المتحدة تتحدث أو تتحدث بإرباك حول هذه الضربة، وتتحدث عن عدم الرغبة بالتصعيد مع إيران، ليس لأن الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة إيران، ولكن لأنها مواجهة إيران وكسر إيران وهزيمة إيران في هذه المرحلة ليست أولوية. كان الهدف هو يعني كسر إرادة الأغلبية السنية. كان التحضيرات كلها تتم حول محاصرة المشروع، مشروع التغيير، وكل من يسند مشروع التغيير في المنطقة بما فيه تركيا نفسها. كانت هي الهدف الأساسي للحالة التضامنية الخفية هذه الدولية الإقليمية التي تأسست حول محاربة كل ما له علاقة بالإسلام، بالحركة السنية، بإرادة الأغلبية في التغيير، بالديمقراطية. كل هذه الأولويات أعتقد أنها أصبحت هدف للمشروع الفوضى الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية واستخدمت أدوات كثيرة من بينها إيران وقاسم سليماني. قاسم سليماني مثل أداة فتك جبارة بيد الولايات المتحدة كما هو بيد إيران، وبالتالي الحديث عن أن قاسم سليماني كان في مواجهة الولايات المتحدة هذه مغالطة كبرى. قاسم سليماني كان أحد الأدوات، مثلما الحشد الشعبي كان وقادته أداة من أدوات الولايات المتحدة الأمريكية. وحين تنتهي الاستخدامه الدماء البريئة التي سالت في منطقتنا، أعتقد أنها اليوم هذه واحدة من كراماتها، إنه اليوم الذين وقفوا مع الولايات المتحدة ضد الأغلبية، الذين أرادوا أن يفرضوا إرادتهم بالقوة لتجاوز يعني إرادة أمة بكاملها في هذه المنطقة، أرادوا كسر إرادة هذه الأمة، اليوم عليهم أن يواجهوا وضعا جديدا سيكون هم أهدافا للمعركة المقبلة. وقد رأينا أن مقتل سليماني يدشن هذه المرحلة. نعم، إذا لو تحدثنا أستاذ ياسين عن الأزمة في اليمن، كيف يمكن أن تتأثر بمقتل سليماني؟ ردود الأفعال من جانب الحوثيين يعني أعتقد أنها بدت أقل تشنجا، حاولت أن تتساوق، أن تتماهى مع الموقف الإيراني. أظهرت الحوثيين طبعا جزءا من المنظومة الإيرانية،
أظهرت استطراف الحوثيين ضمن المشروع الإيراني، لكنها لم تكن متشنجة إلى حد كبير، لم تقدم لنا خارطة الطريق حول الدور الذي يمكن أن يديها الحوثيون خلال المرحلة المقبلة. أعتقد أن إيران لم تكن تتحسب لمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى هذا المستوى، وتصبح المعركة في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقتنا العربية هي مواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أراده ترامب من خلال قراره باغتيال قاسم سليماني. محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد كانت مؤشرات على بدء مرحلة جديدة عنوانها المواجهة المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لهذا أعتقد أن إيران كانت قد استنزفت الحوثيين من خلال سلسلة من الهجمات التي أجبرتهم على تبنيها، بينما الذي قام بهذه الهجمات هي إيران. القصف خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب، محطتين على هذا الخط، وثبت فيما بعد أن الهجمات جاءت من الشمال وليست من الجنوب. الهجوم على مصفات شيبة وحقل شيبة بالقرب من الحدود الإماراتية، الهجوم على تصفية أو تكرير نفط، يعني محطتين كبيرتين جدا على مستوى العالم في شرق المملكة العربية السعودية. تبين وفقا لتقارير استخباراتية أن الهجمات أيضا جاءت من الشمال وأن إيران تقف خلف هذه الهجمات. تقريبا إيران استنزفت الحوثيين. اليوم في حالة اليقظة والتأهب من جانب القوات الأمريكية، من جانب القوات المسلحة في المنطقة، في السعودية، في الإمارات، إلى غيره إلى آخره، أي محاولة لتنفيذ هجمات مشابهة ثم فيما بعد يتبناها الحوثيون ستكون مفضوحة. إذا جرى التغطية على الهجمات السابقة لدوافع أمريكية ما، أو في محاولة لخلط الأوراق، أو رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية والأجهزة الغربية في خلط الأوراق، أو عدم تبني الرواية السعودية، رغبة منهم في عدم جر المنطقة إلى مواجهة مسلحة، اليوم الأمر مختلف. إيران إذا قررت أن تهاجم المملكة العربية السعودية باسم الحوثيين، فكل أجهزة الاستخبارات يقظة، الأقمار الصناعية يقظة، وبالتالي سيكون الرد مباشر لمصدر الهجوم. لهذا أنا أقول أن الحوثيين استنزفوا خلال المرحلة الماضية. لا أدري يعني ومع ذلك يمكن استخدام الحوثيين في معركة متعددة الأبعاد تنوي إيران خوضها في مواجهة الولايات المتحدة. سنتحدث عن هذه النقطة خصوصا أنها قد يعني تؤثر على الحوثيين في جانب باب المندب، وربما شاهدنا استهداف لسفن أمريكية من قبله. لكن اسمح لي أن ينضم معنا الدكتور علي العبسي، الباحث في العلاقات الدولية، عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. من وجهة نظرك دكتور علي، ما هي تداعيات مقتل قاسم سليماني على المنطقة؟ بالتأكيد نحن دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة الشاملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، أو بين إيران وحلفائها من جهة أخرى. الكل يقتنع على أننا ما جرى في يوم أمس لم يعد، أصبح علامة فاصلة بين تاريخين. المصادمات الصدام الآن أصبح مباشرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونحن ننتظر تصعيدا بطريقة أو بأخرى. الإيرانيين سيردون بطريقة أو بأخرى، يجب أن يردون. إذا لم ترد إيران على هذا الاستهداف الأمريكي لأحد قياداتها البارزة ولذراعها الأيمن وقائد الفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية لإيران والجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني، فذلك سيترك انطباعا بأن إيران لم تعد قوة إقليمية كما كانت تدعي، ولم يعد لها ذلك النفوذ الذي عملت خلال العقدين الماضيين على توسيعه. نحن ننتظر الآن صداما مسلحا واسعا، ليس فقط في العراق، أعتقد قد يشمل لبنان، قد يشمل سوريا، قد يشمل اليمن، قد يشمل أيضا الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز. هناك احتمالات كبيرة جدا، هناك احتمالات كثيرة جدا. نحن ننتظر الآن ماذا سيكون الرد الإيراني، وسنرى كيف سيكون الرد الأمريكي على الرد الإيراني. نعم، البعض يرى أن سليماني كان حليفا للأمريكان يوما ما، وربما هذا ما تحدث به ضيفنا هنا في الاستديو الأستاذ ياسين التميمي، وأن هذا الاستهداف ما هو إلا شكل من أشكال تخلص أمريكا من حلفائها عندما تنتهي مهمتهم، ما هو رأيك؟ أعتقد ما جمع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو مصالح مشتركة جمعتهم. جمعهم العدالة صدام حسين والنظام الذي كان يحكم العراق قبل 2003، جمعتهم مصالح أخرى
تدمير أو استدراج الجماعات المسلحة الإسلامية السنية والقضاء عليها و يعني جمعها من جميع أنحاء العالم إلى ساحة معينة حتى يتم استهدافها. كانت مصيدة الحرب في سوريا، كانت مصيدة لكل الحركات الإسلامية السنية. هذا ما جمع إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه كتحالف يعني ربما من الصعب أن أعتقد هناك اجتماع مصالح، هناك تفاهمات ضمنية، هناك نوع من المراعاة لمصالح إيران من جهة، وإيران كيف أيضا تراعي مصالح الأمريكية من جهة. الأمريكيون سمحوا لإيران بالسيطرة على العراق، والإيرانيون سمحوا لأمريكا بالتواجد أيضا في العراق. كان هناك مصالح متبادلة. ما انعكس الآن أن الإدارة الأمريكية تغيرت. الإدارة الأمريكية لم تعد، أو رئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب لم تعد تلك الإدارة مستعدة لتقاسم المصالح مع أي أحد، ليس مع حلفائها ما ذلك بأعدائها مثل إيران. ترامب يريد المصالح كلها، يريد أن تكون أمريكا أولا، أمريكا الأقوى، أمريكا الأعظم، الجميع عليها أن يحترم المصالح الأمريكية وأن يعمل مع أمريكا المجد للمصالح الأمريكية. فأعتقد المسألة الآن هي كانت تغير في الإدارة الأمريكية الفترة الماضية كلها، العشرين عاما الماضية وحتى قبلها. يعني أمريكا إذا تعاملت مع إيران من باب خلفية، صفقة الكونترا في فضيحة الكونترا وبيع أسلحة لإيران عبر الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينات، رغم أن أمريكا كانت تتبنى الجانب العراقي وتدعم الجانب العراقي سياسيا وعسكريا. هناك أشياء كثيرة، العلاقات الأمريكية الإيرانية معقدة منذ فترة طويلة، لكن أعتقد هي ربما ليس تحالف بمعنى التحالف التقليدي، ولكن التقاء مصالح الآن افترق. هذا التقاء المصالح أعتقد اليوم أمس حصل افتراق كبير بينهما. إذن هل هذه الحادثة برأيك هي جزء من عملية تصعيد واسعة، أم هي فقط بحجمها يعني ما حدث وانتهى؟ ما رأيك؟ من الجهة الأمريكية يبدو أن الأمريكيين فقدوا صبرهم. ترامب هو ليس رجل حرب، لم يخوض حربا يوما، لم هرب من العسكرية، ليس رجل سياسة، هو تاجر، وكان يتعامل مع الأزمات ومع التصرفات الإيرانية في المنطقة بعقلية التاجر، لا يريد أن يخاطر، لا يأخذ المغامرة. عندما استهدفت إيران طائرة المسيرة الأمريكية وسقطتها، تعامل كان رد فعل ترامب يعني مختلف تماما ومفاجئ للكل، يعني رغم أنه كان يعني يملأ الدنيا ضجيجا وتهديدات من إيران، لكن عندما حصل صدام مباشر لم يكن رد فعله بذلك الفعل المتوقع. أيضا عندما تم استهداف منشآت رامكو في السعودية، أيضا ترامب تعامل أيضا ببرود مختلف. لكن ما اختلف الآن، عندما استهدف الإيرانيون وحلفائهم في العراق سفر أمريكي ومواطنين أمريكيين، هنا لم يعد بإمكان ترامب السكوت حتى لو كان يريد ذلك. هو الآن في سنة حرجة، الآن انتخابات بعد 10 أشهر، وهو يريد أن يضمن فترة ثانية له، ولم يكن بإمكانه السكوت عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، خصوصا إذا راجعنا أيضا حادث السفارة الأمريكية في ليبيا ومقتل السفير الأمريكي الذي كلف الهيلاري كلينتون منصب الرئاسة في أمريكا. يعني هي سقطت أمام ترامب نتيجة واحد من هذه الموضوعات، كانت موضوع السفارة، مقتل السفير الأمريكي في ليبيا. أعتقد ترامب هنا سأرى لنفسه، سأرى لفرصه في الانتخابات، سأرى لدافع عن إمكانية بقائه فترة رئاسية ثانية أخرى، وأعتقد الآن هو مستعد لبذل أكثر. وهو لا يستطيع، إذا رد الإيرانيون لا يستطيع السكوت عنهم أبدا. أي رد إيراني مهما كان صغيرا أو محدودا فسيتبعه رد أمريكي كبير. نعم دكتور، لا يمكن ترامب أن يسكت. نعم، في ردود الفعل لدى الحوثيين لمقتل قاسم سليماني، أصدروا بيان نائعي وفتحوا مجالس العزاء، هل هذه المشاعر فضحت أو أوضحت بما لا يدع مجالا للشك بأنهم أحد أذرع إيران، أو ربما صرحوا بهذا الأمر بطريقة غير مباشرة وربما يأتي الرد عن طريقهم؟ أولا، من ناحية العلاقة بين الحوثيين وإيران هو واضح منذ البداية. يعني الصرخة الحوثية هي ما يرددونه، هي أصلا صرخة اللي كان الشعار الذي تبناه الخميني في أثناء الثورة الخمينية في إيران نهاية السبعينات. هذا تم تبنيه من قبل الحوثيين بالكامل. أعلام رايات الحوثيين هي أشبه بما تكون بالأعلام بألوان الأعلام الإيراني. أيضا أغلب قادة الحوثيين الدينيين إذا جاز هذا القول تلقوا تعليمهم في الحوزات العلمية في إيران، وزاروا إيران ودرسوا في إيران،
وتلقوا تدريبهم في حزب الله في جنوب لبنان على أيدي حزب الله. العلاقة كانت واضحة تماما، حتى سياسيا الدعم السياسي الذي كانت تقدمه إيران ودعم الإعلامي كان واضحا للغاية الحوثيون لم ينكروا ذلك. لكن هذا الحادث بين ليس فقط مسألة علاقة الحوثيين بإيران كدولة، ولكن علاقتهم بالحرس الثوري وعلاقتهم بقاسم سليماني شخصيا. نعم. يعني المسبب كان يعتقد هناك نوع دعم غير مباشر، دعم مؤسسي، دعم إعلامي، دعم من مؤسسات غير رسمية في إيران. لكن الآن تضح فعلا أن قاسم سليماني كان أحد المسؤولين عن الملف اليمني، وكان له دور كبير في دعم الحوثيين وفي تحالف مع الحوثيين، ولذلك الحوثيين اعتبروا خسارة سليماني خسارة لهم أيضا. هذا من ناحية، من ناحية المدى هل يمكن أن يكون الانتقام الإيراني عن طريق الحوثيين؟ هذا محتمل للغاية. الإيرانيون يريدون مواجهة مع الإيران، يريدون استهداف أهداف أمريكية، ولكنهم لن يجروا على قيام ذلك بشكل مباشر. لن تقوم طائرة إيرانية مباشرة بقصف أي هدف أمريكي أو قاعدة أمريكية في أي دولة من دول الخليج، هم لا يستطيعون ذلك، لا يجرون على ذلك، لأن ذلك سيعني حربا مباشرة واستهدافا مباشرا من الآلة العسكرية الأمريكية الكبيرة، والإيرانيون يعرفون القوى العسكرية الأمريكية، استهداف مباشر أراضي إيرانية. لكنهم سيتخافون وراء واحد من أذرعهم، أذرعهم كثيرة في المنطقة، سواء الأحزاب والميليشيات في الشيعية في العراق، سواء بأحزاب الميليشيات أيضا الموجودة في سوريا، حزب الله في جنوب لبنان، والحوثيون أيضا يضمون إلى هذه الأدوات والأذرع الإيرانية. قد يتم استهداف، أعتقد قد يتم استهداف قاعدة سعودية موجود فيها جنود أمريكيين عن طريق إيران، ولكن الحوثيين هم يتبنونها. هذا احتمال وارد للغاية. الحوثيين ليس لديهم العقل السياسي الكافي أو الإدراك السياسي الكافي، وهم لديهم نوع من المقامرة، استعداد للمقامرة باليمن، واستعداد للمقامرة بجنودهم وبأنصارهم لإثبات أي شيء ما ولخدمة الراعي الإيراني. لذلك هذا احتمال، هي الاحتمال القائم. لا أعتقد، ربما لا يكون الآن مباشرة، ولكن في فترة قادمة إذا تصاعدت الأزمة وتصاعدت الصدام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإن دور الحوثيين قادم. شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي البعثي العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. وعود إليك أستاذ ياسين، ومن حديث الدكتور علي هل تجد بأن فعلا قد يكون الرد عن طريق ميليشيا الحوثي؟ ولا يخفى عليك يعني أن لإيران أذرع عديدة في المنطقة، وبالتأكيد لن ترد هي بشكل مباشر، وستستخدم إحدى هذه الأذرع. طبعا إحدى مؤشرات هذا النهج الآن هو حدوث هجوم، يعني سقوط صاروخين كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، واستهداف قاعدة بلد في الأنبار، وهي قاعدة تتواجد فيها قوة أمريكية، بصاروخين أيضا. ويعني هذا يوضح طبيعة أو تواضع الرد. يعني إيران هددت برد مزلزل، وأعتقد أنها حاولت أن تنتقل الألفاظ القوية في محاولة الحصول على تنازلات من الجانب الأمريكي. لكن اليوم أحدث خبر الآن، الحاملة الطائرات يو اس اس باتان تحمل علامة أنها آلاف جنود المارينز متجهة إلى المنطقة. هذا يعني أن الولايات المتحدة ضمن حساباتها هو خوض مواجهة شاملة مع إيران إذا قررت إيران التصعيد، بما يحرج الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمرر رسالة إلى الجانب الإيراني بأنه تحث إيران على الانضباط فيما يتعلق بالرد. وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة ممكن أن تتقبل اصلا الرد من اي مستوى كان من ايران، ولكن تحذرها من انه اذا ما قررت التصعيد فان النتيجه النهائيه هي حرب. صحيح ان الولايات المتحده الامريكيه مش مستعده لها الان، يعني ليست من الخيارات الملحه للولايات المتحده الامريكيه، لكن الولايات المتحده كقوة عظمى في نهايه المطاف ستضطر لخوض هذه المعركه، ولن تكسبها ايران كما شاهدنا في كل معارك الولايات المتحده الامريكيه. بالنسبة للحوثيين، طبعا كما قلت لك إيران سبق وأن استنزفت الحوثيين، يعني استخدمتهم كغطاء لتوجيه ضربات لمنشآت حيوية في المملكة العربية السعودية بهدف الضغط على السعودية للذهاب إلى محادثات مع إيران لمحاولة تغيير قواعد اللعبة، في محاولة
أشبه بحركة الهروب إلى الأمام لدفع الولايات المتحدة ودول المنطقة للتحاور مع إيران بما ينهي هذا الضغط الاقتصادي الخانق المفروض عليها والحصار الاقتصادي الخانق المفروض عليها، فقامت بهذه الهجمات. حسبت طبعا على الحوثيين، الحوثيين حاولوا أن يتحرشوا بالسفن الحربية الأمريكية قبل نحو 3 سنوات، طبعا كان الرد مدمر، يعني كل أجهزات الرادار والأسلحة التي تستخدمها القوات قوات النظام السابق في مواقع معينة في البحر الأحمر كلها ضربت دفعة واحدة. وبالتالي الآن محاولة التحرش بأي سفينة حربية أمريكية سيكون الرد قاسي طبعا. هذا هو في نهاية المطاف يمكن للحوثيين أن يشكلوا مصدر إزعاج للملاحة البحرية في البحر الأحمر، لكن يجب أن ننبه إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أن الحوثيين حتى هذه اللحظة يعتبروا من الأدوات المشتركة التي تستخدمها إيران وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية. الحوثيين استخدموا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كرأس حربة في حرب الولايات المتحدة لما سمي ضد الإرهاب، وطبعا هو الحرب تأخذ هذا الشكل، شكل المواجهة مع الإرهاب، لكن الولايات المتحدة قررت أن تغير طبيعة خارطة النفوذ في منطقتنا بحيث تضرب الأغلبية وتمكن الأقلية، وهذه سياسة معروفة، يعني أنت عندما تكسر إرادة الأغلبية تستطيع أن تضمن سيطرة على المنطقة بواسطة هذه الأدوات بواسطة الأقليات. فالحوثيين استفادوا من هذا النهج، استفادوا من هذه السياسة، موقعهم في واشنطن يعني مكانتهم في واشنطن محفوظة، المؤسسة الأمريكية المؤسسة الأمنية الأمريكية لا تزال تصنف الحوثيين على أنهم أصدقاء وحلفاء على الرغم من الشعارات المراوغة التي يرفعها الحوثيون، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. اليوم تتوفر فرصة كبيرة جدا للحوثيين وللإيرانيين الذين تعاملوا مع أمريكا على أنها شيطان أكبر وكالوا لعنات لها ولجيشها وللإسرائيليين، اليوم فرصتهم لكي يورونا ما الذي يمكن أن يعملوه مع الولايات المتحدة الأمريكية. المعركة حاضرة، لكن الحوثيين يدركون جيدا أن اصطفافهم في معركة إيران ستخسرهم الكثير، لأنه إذا ما كانوا جزءا من عملية قد تؤذي الولايات المتحدة الأمريكية فسيكونوا أهداف سهلة جدا. وأعتقد أن تحركات عبد الملك الحوثي، المعطيات الاستخبارية المتعلقة بتحركات عبد الملك الحوثي متاحة للمخابرات الأمريكية، ولأنه لا يزال حتى هذه اللحظة صديق للولايات المتحدة الأمريكية، فأعتقد أن الحوثيين اليوم هم في وضع صعب للغاية. لهذا المسموح لهم هو أن يعملوا مظاهرات في صنعاء، يرفعوا صور قاسم سليماني، يصدروا بيان هنا وبيان هنا. لماذا برأيك يعني ربما كموقف سياسي يصدرون بيانا، ولكن هناك حزن حقيقي يعني لمقتل سليماني ظهر في تغريداتهم في مواقفهم في مجالس العزاء التي فتحت، لماذا مثل هذا الرجل خسارة كبيرة للحوثيين؟ كما قلت لك هذا الرجل مثل مقتله بداية تحول في طبيعة المواجهة. هذا المقتل هذا الرجل غير قواعد اللعبة، بمعنى أن المنظومة الشيعية اليوم تفقد الولايات المتحدة الأمريكية، تفقد الثقل الكبير العسكري والأمني للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هذا الثقل كان مجيرا خلال الفترة الماضية لصالح المنظومة الشيعية. اليوم مقتل سليماني يأذن ببدء مرحلة جديدة، وأن المنظومة الشيعية اليوم هي الهدف، هي الهدف التالي بعد أن تم تركيع العراق وتركيع الشعب السوري وتركيع الشعب المصري وتركيع الشعب الليبي وتركيع كل الشعوب العربية التي تاقت للحرية والديمقراطية والتغيير، لأنهم خافوا من الأمة عندما تستيقظ، خافوا من الأمة عندما تستيقظ، بل بدأوا يعني الجميع إيران وغير إيران والأنظمة الوظيفية المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، هي منظومة، هي طبعا أنظمة سنية مثل السعودية والإمارات وكذا، لكن هذه الأنظمة وظيفية تابعة لا يمكن أن تدعي بأنها تمثل السنة بأي حال من الأحوال أو تتصدر زعامة السنة، فهي أنظمة تابعة. ولهذا الأنظمة التي تمتلك قدرا كبيرا من الحرية والاستقرارية استهدفت في كل مكان، استهدف نظام محمد مرسي ويستهدف اليوم تستهدف تركيا بسبب نزعتها الاستقلالية، بسبب دورها المحوري، بسبب الالتزام الكبير جدا الذي تظهره تجاه الأمة وتجاه حاجة المنطقة إلى الاستقلال والتضامن وإلى الحرية. اليوم مقتل سليماني يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة. اليوم النيرة الأمريكية متجهة إلى المنظومة الشيعية، إلى الأدوات الحادة الشيعية،
إلى المنظومات العسكرية والأمنية التي بنيت خلال المرحلة الماضية باستغلال الغطاء الأمريكي، وبدأت اليوم تحاول أن تظهر بأن هذه المنظومة الشيعية يمكن لها أن تقود الأمة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أو في تغيير قواعد اللعبة بما يخدم مصلحة هذه المنظومة أو يعجل من تنفيذ خططها للهيمنة المباشرة على المنطقة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الحسابات الأمريكية والإسرائيلية. يعني محاولة الخروج عن الخط أو محاولة الخروج عن الخط اليوم يواجه بهذا القدر من الحدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ما أراه اليوم هو أن الشيعة والمنظومة الشيعية بدأوا يدفعوا الثمن الذي دفعه أو دفعته الأغلبية من قبلهم عندما كانت تحاول أن يعني تقود المنطقة إلى التحرر وإلى الانعتاق، فاستخدمت إيران واستخدمت أدواتها لقمع الأغلبية، لكسر إرادة الأغلبية. فاليوم النيران الأمريكية تتجه إلى نحور هذه المنظومة وإلى أدواتها الحد. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ ياسين أن ينضم معنا دكتور نبيل عتوم الخبير في الشؤون الإيرانية عبر الهاتف من عمان. مساء الخير دكتور نبيل. مساء الخير، تحية لك ولضيفك العزيز. أهلا بك دكتور نبيل. ترامب قال إن إدارته استهدفت الإرهابي رقم واحد في المنطقة، وإيران قالت إن الرد سيكون موجع. هل تتوقع أن الأمور قد تذهب إلى تصعيد عسكري في المنطقة؟ يعني ربما يكون هنالك شكل من أشكال التصعيد. الآن كما تعلمين الآن باغتيال قاسم سليماني تم تغيير قواعد الاشتباك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لكن الإيرانيين ما بعتقد أنه يكون هنالك مواجهة مباشرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. احنا اليوم عم نتحدث عن وجود أمريكي قبالة السواحل الإيرانية في مياه الخليج العربي والأسطول الخامس الأمريكي لم يأتي هناك لصيد السمك وجال الحفاظ على أمن الخليج، أمن الملاحة، أمن الطاقة، الحفاظ على أمن الحلفاء ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى. إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979 ولغاية الآن لم تطلق طلقة واحدة على الولايات المتحدة الأمريكية ولا على حتى إسرائيل، لأنها أضعف وتدرك تماما تبعات أي مواجهة مباشرة عليها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية باختصار سوف تعيدها إلى العصر الساساني. أنا بعتقد إيران سوف تعتمد على حروب الوكالة، سوف تعتمد على ميليشياتها وأذرعها ومخالبها الموجودة في المنطقة، خاصة أنه قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل القائي هو صحيح أنه كان نائب لقائد الحرس الثوري الإيراني، لكن كان ضمن اهتماماته أو ضمن اختصاصاته ما يتعلق ب أذرع إيران ووكلائها الموجودة في أفغانستان وفي باكستان، وبالتالي من الممكن أن يتم توجيه ضربة عسكرية يقوم بها هؤلاء الوكلاء، لكن ضربة عسكرية ربما قد تكون ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، لكن سوف تكون ضربات محدودة. كما تعلمين سيدتي الآن هنالك 11 قاعدة أمريكية موجودة في العراق، لكن هذه القواعد في واقع الأمر في حال توجيه ضربات مباشرة إليها وتكون هذه الضربات موجعة للجانب الأمريكي، أنا أعتقد أنه هذا سوف يكون هنالك رد مدمر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على مثل هذا الأمر. نعم، لكن يعني ترامب في حديثه قال بأن إيران أزعجت المنطقة من خلال وكلائها، يعني هذا هو نهج إيران كما تفضلت. هل تعتقد بأنها أيضا عبر وكلائها ستضرب وكلاء أمريكا ولن توجه ضرباتها لأمريكا مباشرة عبر قواعدها وما إلى ذلك؟ أنا ما بعتقد أنه يتم توجيه ضربة عسكرية ضد القواعد الأمريكية يعني بشكل مباشر من الجانب الإيراني. كما ذكرت لك الضربة سوف تكون من خلال وكلاء الولايات المتحدة الأمريكية وأذرعها في المنطقة. الآن إيران أضعف من أن تقوم بهذه المواجهة لأنها تدرك أن هذه المواجهة معناه اندلاع مواجهة شاملة، حرب مسلحة شاملة سوف تؤدي بشكل كبير إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية وربما إسرائيل. الآن حتى وكلاء إيران في حال قيامهم بمثل هذه الضربة أعتقد أنها سوف تكون ضربة محدودة ولن تكون ضربة موجعة للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى تطال مصالح أمريكية مهمة لأنها تدرك حساسية الوضع بالنسبة إليها. الآن التصعيد الأمريكي الأخير كان نتيجة دعيني أسميه الهجوم على المصالح الأمريكية. إحنا عم نتحدث عن 11 أو 13 هجوم تمت
ضمن 3 أشهر الأخيرة على المصالح الأمريكية اللي في العراق لوحده، لكن كان قتل المقاول الأمريكي واستهداف القواعد الأمريكية هناك، خاصة بعد مصالح الأمريكية، أقصد خاصة بعد حصار السفارة الأمريكية في بغداد والحساسية الأمريكية تجاه هذا الموضوع بعد فشل الديمقراطيين في عهد أوباما في ما يسمى بالسفارة الأمريكية الموجودة في بنغازي، وبالتالي هنالك موروث سياسي خطير بالنسبة للإيرانيين بالنسبة للأمريكيين بالنسبة لهذا الموضوع. وفي تقديري انه الآن نحن ننتظر، لأن هنالك حالة إرباك غير مسبوقة في إيران، هنالك دعيني أسميه تضارب في التصريحات الإيرانية. وسائل الإعلام الإيرانية اليوم كنت بتابعها تحدثت عن مفاجأة عقب دفن قاسم سليماني، لكن ربما الإيرانيون الآن في مرحلة دعيني أسميه الدفاع عن السمعة، وما حدث بالنسبة للأمريكيين يشكل للإيرانيين يشكل ربما مس بكرامتهم الوطنية وبعزتهم الوطنية، لأنه حتى في حال توجيه دعيني أسميه ضربة من جانب الوكلاء، هذا سوف يعكس عملية الضعف، ضعف إيران وحالة الضعف الشديد التي وصلت إليه، خاصة مع خطورة ما جرى من استهداف أهم رجل في إيران بعد مرشد الثورة، هو الرجل الثاني في النظام الإيراني. وفي تقديري الآن أنه الإيرانيين باتت الآن سياستهم ودولتهم ونظامهم على المحك، هل يردوا أم لا يردوا، طبيعة الرد، الزمان والمكان، طبيعة الأهداف التي سوف يتم استهدافها في حال توجيه ضربة عسكرية. الآن قبل لحظات كان هناك استهداف لبعض القواعد الأمريكية بصواريخ كاتيوشا، لكن في مناطق لم تطل عمق هذه القواعد، هناك تحليق أمريكي كان هناك على العاجل قبل قليل، أيضا الطائرات الأمريكية تحوم في سماء العراق. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لكافة السيناريوهات. ما جرى لقاسم سليماني ربما يدفع بإسرائيل لعمليات اغتيال مثل حسن نصر الله، أو حتى استهداف قيادات في الحركة الحوثية، أو حتى استهداف قيادات من نعم تفضلي. نعم دكتور نبيل، برأيك يعني ماذا عن الملف اليمني؟ كيف يمكن أن يتأثر بهذا الحدث باعتبار أن الحوثي أحد أذرع إيران في المنطقة؟ سوف يتأثر بدرجة كبيرة، لأنه الآن قاسم سليماني كان يعتبر هو مهندس دعيني أسميه والمشرف العام على أذرع إيران وميليشياتها والجيوش الموازية التي قامت إيران بإنشائها، خاصة الحركة الحوثية. ربما قاسم سليماني استطاع أن ينجح في عدد من الجوانب فيما يتعلق بالملف اليمني، خاصة نقل صواريخ المجنحة، طائرات بدون طيار، إرسال عدد من دعيني أسميه المستشارين العسكريين خاصة المتخصصين في السلاح الصاروخي، إيجاد نقطة تعاون ما بين حزب الله اللبناني والحركة الحوثية، بموازاة ذلك عمليات التهريب السلاح، الدعم اللوجستي، الدعم الاستخباراتي كان هو يشرف عليه بنفسه، وبالتالي هو لا يعتبر فقط يعني قائد عسكري بل أيضا قائد سياسي، كان يطرح كثير من الحلول ويقدمها للقيادة السياسية الإيرانية فيما يتعلق بالملف اليمني، مما أدى إلى تصاعد وتفاقم الأوضاع في اليمن، خاصة بعد انخراط الحركة الحوثية وإطلاقها للصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية، استهداف أمن الموانئ وأمن الممرات، وهذا كان يشكل تصعيد نوعي. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه سوف يتأثر الملف اليمني بهذا الموضوع بشكل كبير، وسوف نرى تداعيات ذلك على اليمن خلال الفترة القليلة القادمة، لأن قائد الفيلق القدس الجديد أعتقد أنه ليس لديه خبرة سياسية أو عسكرية فيما يتعلق بالملف اليمني على وجه التحديد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، برأيك ما هو موقع السعودية من هذا التصعيد الأخير؟ السعودية طبعا كان ردها حذر جدا عام، مع أنه حاول يعني بمستوى ما أن يحمل ما تسميه الأنشطة الإرهابية التي حذرت منها السعودية المسؤولية عن هذا التصعيد، لكن طبعا السعودية هي تدرك أنها ساحة محتملة للمواجهة وللحرب.
ففيها قوات أمريكية وصلت، المئات من الجنود الأمريكيين تموضعوا في الأراضي السعودية بعد الهجوم على منشأة أرامكو، وبالتالي هؤلاء يمكن أن يكونوا هدفا عسكريا لسببين: أولا لأنهم أمريكيون، وثانيا لأنهم جاءوا أصلا بهدف مواجهة إيران، والسبب الثالث أيضا أنهم على أرض المملكة العربية السعودية التي أولا علاقة إيران بها مقطوعة، وهناك توتر كبير جدا، ودائما إيران تنظر للمملكة العربية السعودية على أنها جزء من المخطط الأمريكي. الموقف السعودي غير مستغرب طبعا، وليس أمامها من إما أن تتصرف بهذا الشكل الحذر، أو أن تصطف بشكل مباشر وتتحمل تبعات المواجهة العسكرية، أو توفر ذريعة لإيران لكي تكون هي الساحة ذات الأولوية بالنسبة لإيران إذا ما قررت التصعيد في وجه الولايات المتحدة الأمريكية. حالة التقاطع والاشتباك السعودي الإيراني قائمة منذ فترة طويلة، ولكن ليس من مصلحة السعودية اليوم أن تكون رأس حربة في مواجهة إيران، لأن التكتيك والاستراتيجية تقتضي أن تكون المواجهة إيرانية أمريكية، لأن السعودية شعرت بالخذلان من الولايات المتحدة الأمريكية عندما تعرضت لقصف منشأتها الحيوية التي أدت إلى توقف تصدير النفط للعالم، وتأثر سوق النفط العالمي بتلك الهجمات، وبالتالي أمريكا عوضا عن أن توجه رسالة قوية لإيران قال الرئيس الأمريكي أنه ليس بحاجة إلى نفط الخليج. لهذا شعرت السعودية بخيبة أمل ولجأت إلى تدابير منها حتى التهدئة مع الحوثيين الذين نفذت باسمهم هذه الضربات، شعرت بخيبة أمل، وبالتالي أنا أعتقد أن الاستراتيجية اليوم تقتضي أن تبقى المواجهة أمريكية إيرانية، لأن هذا النوع من المواجهة سيظهر إيران ضعيفة، وكل الاستعراضات الإيرانية التي سبق والتهديدات الإيرانية سوف تسقط بطبيعة الحال أمام اختبار المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. الشيء الثاني هو أن المأزق الإيراني حتى لا يتعلق بالسعودية نفسها، يتعلق أيضا بالعراق. يعني اليوم هناك دعوة لعقد اجتماع لمجلس النواب العراقي الذي يفترض أن يتبنى قرار بإنهاء وجود الأمريكي العسكري في العراق، وبالتالي سيظهر هذا الوجود الأمريكي العسكري في العراق على أنه غير مشروع. هذا يتماثل، هذا سيدخل العراق الذي تسيطر عليه الشيعة يعني في حالة مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية التي مكنت الشيعة من حكم العراق عندما تخرج بقرار من البرلمان العراقي الذي يهيمن عليه الشيعة، هذا ليس في صالح الهيمنة السياسية للشيعة في العراق، سوف يفقدون هذه الهيمنة بالتأكيد. الحوثيين نفس الشيء، اليوم حالة التغطية الممنوحة للحوثيين ليتصرفوا كما يحلو لهم عندما وصلوا إلى صنعاء، وعندما كان الجميع يعلم أن وصولهم إلى صنعاء كان تحت غطاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي دفعت بالسعودية والإمارات لكي يتبنوا مهمة إيصال الحوثيين إلى صنعاء، وطبعا الهدف الأمريكي هو مواجهة الإرهاب، والهدف السعودي الإماراتي هو مواجهة الإخوان. الحوثيين عندما يدخلوا في حالة مواجهة حقيقية مع الولايات المتحدة ويصطفون إلى جانب إيران ويصبحوا جزءا من الأدوات الإيرانية المواجهة ضد المصالح الحيوية الأمريكية، في هذه الحالة سيفقدون ميزة يتمتعون بها حتى هذه اللحظة. نعم، يعني ونحن نعرف لماذا لم تتقدم القوات باتجاه صنعاء. ما الذي يمنع تقدم القوات باتجاه يعني صنعاء؟ الولايات المتحدة الأمريكية. في فكرة سؤال، يعني الولايات المتحدة كانت قد أبدت تقارب وفتحت المجال لميليشيا الحوثي، وفتحت حوار أيضا بينها، وحثت السعودية على إجراء حوار مع الحوثي وربما ضغطت عليها. يعني هل هذا إذا ما حدث تصعيد ربما تعيد واشنطن تقييم علاقتها مع الحوثي؟ بالتأكيد، يعني نحن دخلنا مرحلة جديدة. طبعا الحوثيين هم جزء من المنظومة الإيرانية، نظرة الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقوم على فكرة تمكين الأقليات، والأقليات هذه تشمل إيران والجماعات المرتبطة بها بما فيهم الحوثيون. وعندما تصبح الولايات المتحدة الأمريكية في حالة مواجهة مع إيران فهي أيضا في حالة مواجهة مع أدواتها، فهل يستطيع الحوثيون أن يميزون أنفسهم عن إيران وعن معركة إيران في وجه الولايات المتحدة الأمريكية؟ هم اليوم أمام خيار صعب في الحقيقة، لأن
الحوثيين هم منتج إيراني بامتياز، منتج على المستوى العسكري، على المستوى الفكري، على المستوى الحركي، على المستوى الإعلامي حتى. يعني هم ينشطون اليوم من خلال الضاحية الجنوبية، عندما يتخذون موقفا يعني عكس ما هو منتظر منهم من الجانب الإيراني، سيفقدون كل هذه المزايا دفعة واحدة. فهل يمكن لإيران وحزب الله وغيرها من المنظومة الشيعية أن يمنحوا الحوثيين فرصة لتبني موقف مرن مثلاً؟ نعم، كل الاحتمالات واردة، لكن ما نعلمه هو أن الحوثيون كما هي إيران كما هي العراق في مأزق حقيقي اليوم. الغطاء الأمريكي لم يعد موجوداً. نعم. وبالتالي هم تحولوا من بيادق بيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهداف عسكرية مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.